الله آدم وحواء لم يكن لهما دين. كانت بعض المسلمين يقولوا كانوا مسلمين والمسيحيين يقولوا كانوا مسيحيين، بالعكس اليهود بيبالغوا أكثر يقولوا كانوا يهود. بطبيعة الحال ما كانش في ديانة رسمية ساعتها، فكانت علاقتهم مباشرة بالله. علاقة آدم وحواء كانت مباشرة بالله، وما فيش دين معين، لأن ما كانش كل دين مرتبط برسول أو بنبي. ثاني أيام آدم ما كانش فيه رسول ولا نبي، علاقة مباشرة مع الله.